ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لا زال فيروس كورونا يحصد المزيد من الضحايا بالمغرب، حيث شهد يوم أمس الخميس وفاة شخصين، اثنين أحدهما طبيب. مصادر محلية قالت أن الأمر يتعلق بطبيب يشتغل في القطاع الخاص، كان يملك عيادة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، إذ يرجح أن يكون قد التقط العدوى خلال فحصه للمرضى الذين يتوافدون عليه يوميا. وقالت ذات المصادر أن الحالة الصحية للمعني بالأمر تدهورت بشكل كبير، حيث جرى وضعه في قسم الإنعاش بمستشفى الرازي بالمدينة إلى أن فارق الحياة يوم أمس الخميس. من جهة ثانية، فقد نشرت صفحة فيسبوكية ما يلي: الله يرحمه في هذا النهار، طبيب الفقراء بسيدي يوسف بن علي بمراكش اللي مات البارح بكورونا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.